بمثل من بدري من زمان قوي من وانا في ثانويه عامه، بس بمثل مسرح يعني. دي مش اول مره، دي تاني مره. في رمضان اللي فات كنت عامله ازمه نسب مع زينه ومحمود عبد المغني وفنانين كتير كبار في العمل يعني. كان جاي لي اكتر من دور قبل كده بس ما كانوش مناسبين لشخصيتي او ما كنتش لاقيه نفسي فيهم. لما جالي ازمه نسب حبيت الدور واشتغلته، ومن ازمه نسب جالي المسلسل اللي انا بعمله دلوقتي اللي هو النص التاني. بس النص التاني بقى حاجه تانية خالص، نقله تانية بالنسبه لي. مسلسل كوميدي ميوزيكال، دور كبير، بطوله. اهم حاجه في الدنيا يكون دور مناسب ومناسب لشخصيتي. ما بعدناش عن فكره المزيكا، يمكن في ازمه نسب ما غنيتش، بس في المسلسل ده انا بغني تتر وبغني اغاني جوه العمل نفسه. الدور شبهي قوي يعني. انا اسمها جميله، اللي انا على فكره الخبر ده اكسكلوسيف لسه عمري اعرفه، اسم الشخصيه اللي انا بعملها في المسلسل. جميله بحسها شبهي في كل حاجه، عنيدة، طموحة، عايزة، عندها شخصية. يمكن في الأول أنا مركزة قوي أن أنا أعمل حاجات اللي شبهي، يمكن بعد كده قدام أبقى أعمل حاجات المختلفة تماما عشان الناس يحس أن في تنوع. طبعا معايا طبعا حبيبي مصطفى بوسريع، معانا الفنان انتصار، الأستاذ حجاج عبد العظيم وتسامي مغاوري، الأستاذة مها بعوف، مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف شرف بقى، في عبير صبري، في بيومي فؤاد، في فنانين كبار كتير قوي من فنانين الصف الأول معانا ضيوف شرف.